السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع فيديو جديد بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرؤية تبشرك بأنك ستحصل على غنيمة، رؤية تبشرك بأنك ستحصل على غنيمة. أول هذه الرؤية أحبابنا الكرام هو رؤية الغنم. في كلام الناس الغنم غنيمة، وكان حتى الجماعة اللي هم رعاة الغنم يقول لك هذه لا يربيها فقير. فالغنيمة أو الغنم بفضل الله سبحانه وتعالى ما يربيها إلا اللي يغتني بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. كمان من هذه الرؤى التي تبشر بالحصول على غنيمة هو انتزاع العسل من الخلية، انتزاع العسل من الخلية. فالذي يعثر في المنام على خلية نحل وكأنه عثر على غنيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، فإن انتزعها من الخلية حصلها في الحقيقة بفضل الله عز وجل. كذلك يا حبايبنا الكرام العثور على الموز المدفون، فيقولوا ده مال مدخر ومدفون، ده خبيئة، والذي يحصل عليه في المنام يحصل على غنيمة في الحقيقة. كذلك يا أحبابنا الكرام رؤية المفاتيح الكثيرة، رؤية المفاتيح الكثيرة. وربنا بيتكلم عن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فالمفاتيح بس لوحدها 10 رجال لا يستطيعون حمل المفاتيح. فرؤيا المفاتيح الكثيرة تدلل على الغنيمة وعلى المال الكثير بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أكل الرز في المنام، أكل الأرز في المنام، من ناحية أنه طعام فهو رزق، الرز فهو رزق، ومن حيث أنه رز فهذا يعني الكمية الكثيرة. ففي كلام الناس ده عندهم فلوس زي الرز، يعني كثيرة جدا، ولذلك أكل الرز في المنام يدل على الغنيمة وعلى الحصول على مال كثير بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. رؤية ركوب الفيل، رؤية ركوب الفيل ده معناه أن العبد يتحصل على منصب وملك ومال كثير بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك رؤية عطية الملوك، عطية الملك، أنا ما أحبش أقولها الملوك بقى، عطية الملك، لأن ابن سيرين رحمه الله يقول لا نعلم لنا ملكا إلا الله، ولا نعلم لنا سلطانا إلا الله سبحانه وتبارك تعالى. فهو الكريم، والكريم إذا أعطى أدهش. فالملك في الرؤية، رؤية أنت واقف مع الملك، رؤية بتاكل مع الملك، رؤية بتتكلم مع الملك، كل هذه الرؤى تؤول بالتمكين والأمن وتلبية الطلبات والعثور على مال كثير بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى إن أعطاك الملك. فإنه الكريم، والكريم إذا أعطى أدهش. عطاء الأغنياء، فهم في الحقيقة عندهم مال، فلو أعطاك في المنام يدل ذلك على أنه سيعطيك في الحقيقة، وأن الله سيعطيك المال في الحقيقة وتتحصل على غنيمة. كذلك عطية الموتى، عطية الموتى عطية من الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي تدل على عطية حقيقية، وأنها تدل على حصول غنيمة أو مال من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. رؤية السوق، احنا قلنا ان السوق في الرؤية دنيا، والعلماء بيقولوا الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر.
فمن رأى أن السوق عامر وأن فيه أناس كثيرون دل ذلك على تحصيل الأموال الكثيرة، خصوصاً لو أنه كان ممن يبتاع أو يشتري داخل السوق، فإنها تدل على أموال عظيمة. البيض الكثير في المنام يدل على الحصول على المال الكثير، غير أنه ينصرف بسرعة، غير أنه ينصرف بسرعة. فده اللي كان عندنا النهاردة من علم. لو عجبكم الفيديو ريت نعمله لايك، نشير خير مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة تشرف بأن يشترك في قناتي، فعل خاصية الجرس يختار من الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.